السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في سلسلة لقاءات التي تأتيكم على هامش معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27 التي كانت هذه السنة تحت شعار نقرأ لننتصر. نسعد اليوم باستضافة أصغر كاتب وأصغر عارض في معرض الجزائر، الطفل والتلميذ المعتصم بالله واثق مدني. مرحبا بك في لقاءات قناة الأنيس معتصم. شكرا، بارك الله فيكم على حسن الاستضافة. بارك الله فيك، أهلا بك دائما. واثق هو أصغر عارض لدى سيلة 2024، كم عمرك في البداية؟ أولا عمري 15 سنة، ابن الأوراس الأشام وأصغر كاتب في الجزائر الأم. دخلت هذا المعرض بعدما دخلته العام الماضي كأصغر قاص أو أصغر كاتب، والآن أحضره كأصغر روائي في الجزائر. ما شاء الله. متى بدأت مسيرة الكتابة والتأليف معك معتصم، ولماذا؟ قبل أن أكون كاتبا ناجحا كنت قارئا ناجحا. كانت أمي تقرأ لي قبل أن أدخل المدرسة الابتدائية، في حدود العمر 3 سنوات أو 4 سنوات كانت تقرأ لي قصة قبل النوم. تعلقت في قلبي تلك القصة وتلك حب القراءة، فكنت أحفظ. ما كانت تقرأ، كانت لي ملكة حفظ قوية، فكنت أفتح القصة وأدعي أنني أقرأ، ولكنني كنت أعرض ما كنت أحفظه. وفي سن 7 سنوات بدأت في الكتابة، أكتب المقولات والحكم من ذهني وأعلقها على جدران وأبواب المنزل. ولكنني في بداية مسيرتي في الكتابة في 10 سنوات في فترة الحجر الصحي، بعدما قرأت حوالي 400 كتاب. 400 كتاب، توقف مليا عند هذا الرقم. كيف استطعت أن تقرأ وتطالع 400 كتاب، وما هي التخصصات التي كنت تقرأ فيها معتصم؟ كما قلت لك، ولدت في عائلة مثقفة تحيي وتحب القراءة، فغرست في نفسي تلك الأهمية، أعطيت أهمية، كل وقتي كان في القراءة، جل وقتي كان في القراءة. يعني عندما كنت أتنزه مع عائلتي كنا نعطي دائما الوقت في كل نزهة للذهاب إلى المكتبة لاقتناء قصة أو كتاب. كنت أقرأ القصص أكثر شيء؟ نعم، ولكنني في تطور مستواي في سن 10 سنوات قرأت للمفروطي والعقاد سلسلة كاملة والبخلاء للجاحظ، يعني قرأت أمهات الكتب. وأنت تقلب صفحات بخلاء الجاحظ أو مختلف كتب المنفلوطي والعقاد، صراحة هل وجدت صعوبة لغوية وهل وجدت صعوبة فكرية؟ نعم، بالتأكيد ستكون هناك صعوبة لغوية، يعني كان في اختلاف بين الأجيال، وفي واللغة تختلف يعني، ولكن لم تكن هناك صعوبة فكرية، لأن القارئ يجب أن يفهم ما يوصله الكاتب بأسلوب إيجابي صحيح. يعني لم تكن هناك اختلافات أو فروقات فكرية، إنما كانت بعض الفروقات اللغوية. كيف كنت تتعامل مع تلك الإشكاليات؟ لأنه كثر لما يقلبون صفحات الكتب بمجرد إيجاد كلمة 2 3 مستعصية على الفهم وصعبة في اللغة يتخلى عن الكتاب مباشرة. أولا هو تقصير لا، لأنه لم يريد أصلا القراءة، لم يرغب في القراءة، خاف من صعوبة تلك الكلمات، فالقاموس متواجد والإنترنت متواجدة للبحث. صحيح. عن الكلمات المستعصية. صحيح. كيف خضت تجربة الطباعة لأول مرة بعمر 10 سنوات؟ نعم، لم تكن لي أي فكرة، ولكن كانت في فترة الحجر الصحي، يعني كان كل شيء مغلق. صحيح. لذلك تأجلت طباعتي للكتاب حتى سن 12 في 2022، فقمت بطباعة الكتاب، يعني لم أدري، قمت بطباعة في ولاية باتنا. في ولاية باتنا. وأنت تكتب في تلك القصص، هل كنت تنوي حقيقة نشرها أو كنت تعبر عن ما بداخلك وما يختلج نفسك فقط؟ كنت أنوي أن أكون كاتبا اقتداء بالمنفلوطي من أجل إصلاح لبنة المجتمع، الأطفال يعني باعتبارهم لبنة المجتمع، إصلاح في زمن انتشرت فيه المفاسد وكثرت فيه رذائل الأخلاق، فكان هدفي إصلاحي بدرجة الأولى. وأنت تتلمس كتابك واقعا بعد أن كان مجرد فكرة، صف لنا تلك اللحظات وتلك الأحاسيس والمشاعر. يقال بأن فرحة النجاح هي أفضل فرحة في الدنيا. صحيح. و
ولماذا سمي في يعني في المصطلح الأدبي بالمولود الأدبي؟ صحيح. يعني الكتاب تتخيله بأنه طفلك، يعني تلامسه ماديا وتقرأ فيه وتضع أنت كل معارفك وفكرك داخل ذلك الكتاب ويخرج لك، أنت ستكون أول قارئ له. طيب بعد ما قرأت الكتاب وبعد ما شعرت بكثير من المشاعر الفخر والسعادة، من أكثر من تأثر بوجود كتاب يحمل اسمك ويحمل أفكارك على أرض الواقع؟ بالطبع كانت أمي الداعم الأول لي، ودائما ما تحضر دائما معي في الملتقيات والمعارف. على فكرة هي الوالدة الكريمة هي حاضرة معنا اليوم من وراء الكواليس، نوجه لها تحية خاصة على نشأ صالح طيب سليم اللغة وسليم الفكر، وهي أستاذة فلسفة. أستاذة فلسفة إن شاء الله. تعي مناهج التربية كلها، ربتني تربية صحيحة دينية تدخل فيها الفهم للواقع أكثر من خيال، واقعية إن شاء الله. إن شاء الله نتاج طيب، بارك الله فيك معتصم. حدثنا قليلا عن آخر أعمالك اللي هي رواية رياحين من غزة، لماذا كتبتها؟ لمن تهديها؟ ما هو سر هذا العنوان؟ سر الجمالية يعني. أولا، تسلط الرواية الضوء على معاناة الأطفال في غزة نتيجة الحروب المتكررة والقصف العنيف، ولكنها تظهر في نفس الوقت قوة الأطفال الفلسطينيين وعزمهم وصمودهم وتحديهم وتأقلمهم مع الظروف الصعبة الجديدة. عمدت لاستخدام لفظ الرياحين في الرواية باعتبار أزهار الرياحين دائما ما تنبت على الأنقاض وفي الركام وتتحدى الظروف الصعبة المناخية التي تفرض عليها الحياة، وبالتالي فإن أطفال غزة تحدوا المصاعب التي تفرض عليهم الحياة، فنرى أنهم أخذوا الصفات المادية والمعنوية الجميلة والرائعة من الرياحين، فيتجلى ذلك بإيمانهم وصبرهم وقوتهم وثقتهم بالله وروح التعاون فيما بينهم. ما شاء الله ما شاء الله. المطالع لرياحين من غزة يكتشف أن القصة كلها مكتوبة بلغة عربية فصحى صحيحة مليحة، وفي نفس الوقت كل الحركات على الحروف، يعني كل اللغة مشكلة. ماذا أردت أن تبعث من وراء رياحين من غزة؟ أردت أن أبعث الدعم، أردت بأننا نتشارك نفس القضية، نفس العبء، نفس حجم الألم الذي يعاني فيه الأطفال في غزة، وقد سميتها الرياحين، وقد ستلاحظين في غلاف الخارجي للرياحين طفلا في نظراته نوع من الحزن والانكسار وينظر للمستقبل البعيد، وعليه جروح أيضا، وفي نفس الوقت ويحمل أخته، ذلك من؟ ويحمل أيضا سلسلة من هذا، ذلك مفتاح الأمل، ذلك الطفل اسمه أمين، حمل وعد الحق، حمل الأمانة، حمل أمانة الانتصار إن شاء الله، وتلك تسنيم مرأة، تلك الصورة والمثال ونموذج للمرأة المستقبلية الفلسطينية الحرة الأبية. سيميولوجيا الصورة حقيقة تحمل الكثير من التفاصيل، حتى الألوان، حتى تداخل الألوان، حتى الكثير من التفاصيل التي تظهر خلف الصورة. وقد دعمت من طرف دار أسامة، وأشكر مالك دار أسامة للنشر والإشهار على تبنيه هذا العمل الإبداعي، وأحييه من هذا المنبر. حقيقة كل التحية لكل من يدعم الإنتاج، خاصة إذا كان إنتاجا نافعا رافعا مثل إنتاج معتصم بالله واثق ميدني عفوا. بالنسبة لرواية رياحين من غزة معتصم، أنت قلت لي سابقا أنه أرباحها موجهة لأطفال غزة، يريد تخبرنا عن هذا الموضوع أكثر. أولا شطرت هذه الرواية لتكون هدية لكل طرفين من الشعب الجزائري والشقيق الفلسطيني. نبدأ بالشعب الجزائري، فقد قمت بإهداء الرواية بالخط العربي لكافة الشعب الجزائري مجانا، وأيضا قمت هذا يوم الجمعة بدار أسامة، ويوم السبت قمت ببيع بالإهداء أيضا بالخط العربي، وستكون العائدات والأرباح المالية موجهة لأطفال غزة، بالإضافة إلى أنني سأبعث مجموعة من رياحين غزة إلى أطفال غزة. إن شاء الله إن
شاء الله. الخط العربي وما أدراك ما الخط العربي، حاضر في أسرتكم يا معتصم بالله. وأنت عندك الآن تشكيلة نعرضها الآن أمام الكاميرا، طقم الواثق. حدثنا عن طقم الواثق معتصم. هذه أولا نسخة أولية، ولأن الخط هو لسان اليد ومفتاح البركة، ولا يمكن إيصال المعلومة إلا إذا كان خطك للأجيال، يعني إلا إذا كان خطك مفهوما مقروءا. والخط العربي يجسد كل هذا. وقد سميته طقم الواثق، الواثق جزء من اسمي، ولأنه يمنح الثقة للكاتب وللخطاط بمنحه عدة أدوات. هذه الأدوات صنعتها بيدي، مصنوعة يدويا. يدويا فيها أدوات الكتابة، كتابة الخط العربي. هذه نسخة أولية، فيها قلم البامبو، قلم صيني، أنحته يعني مختلف الأحجام من 1 إلى 10. لدينا المغربي، يكون جزء من القصبة، جزء من قصبة هذه تكون مشطورة. لدينا القلم بيلي، يأتي من إندونيسيا. ولدينا الهندام، أيضا يأتي من إندونيسيا. قد ترى لا يوجد فيهم اختلاف، ولكن في الليف الداخلي هذا الهندام فيه ليف صغير، وأما لا يشغل مساحة كبيرة. أما في البيلي فهناك ليف كبير، يعني يشغل كل المساحة. وهذه صغيرة حاملة أقلام على شكل قصبة، بالإضافة إلى عبوة فيها حبر. والليقة هذا نوع من الحرير يوضع في المحبرة، ثم يوضع عليهما الحبر، يعني من أجل تحديد كمية الحبر وعدم إفساد الكتابة. سيكون متواجدا في صفحة مداد لأدوات الخط العربي، والتي تملكها الأستاذ الخط العربي أستاذ انشراح عفار في صفحة مداد. ما شاء الله ما شاء الله. سعيد الجزائر بأطفال مثل هذه، وسعداء نحن باستضافة أطفال مثل هذه. يجب أن ننوه أنه رايحين من غزة لم تكن العمل الوحيد للمعتصم، وإنما سبقه في المجمل تقريبا 9 إنتاجات. حدثنا عن ما سبق. نعم، أولا لدي 9 مؤلفات، 5 صدرت و4 قيد طباعة. الأول كما قلت لكم، باعتبار القصة محببة إلى قلوب الأطفال الغضة وعقولهم الفتية، كما أنهم يخرجون منها بدروس تربوية سلوكية. إذا فكان هدفي الوحيد والأول هو إنشاء جيل واعي، جيل يقرأ، جيل يكتب، بعيد عن الرذيلة، متجه نحو الطريق الصحيحة، بعنوان حكايات وعبر. هذه قصة حكايات وعبر. هنا كنت بعمر 10 سنوات. 10 سنوات هي مجموعة قصصية. نعم، مرفقة بالعبر، إما من الأحاديث النبوية، إما من القرآن الكريم، وإما من الأحكام الشعبية. هذه صدرت مارس 2020 هكذا. نعم. 2020. طيب بعدها يأتي مشروع النهضة القرائية، وهنا نريد أن نفصل، وهنا نريد أن نسترسل في الحديث. مشروع النهضة قرائية لطفل بعمر 15 سنة، ما هو هذا المشروع؟ ولكنني بدأت في هذا المشروع عندما كان عمري 13 سنة. جميل. يعني كانت النسخة الأولى برامج الأوراسي تقرأ، برامج الأوراسي تكتب. وقد أعطتني السيدة الوزيرة الدكتورة سوريا ملوزي ركنا في المكتبة العمومية الرئيسية لولاية باتنا يحمل نفس عنوان المشروع. ما شاء الله. حيث قمت بتدريب أطفال في أبهى تجلياتهم الطفولية على كيفية القراءة المثمرة المنهجية والكتابة الصحيحة للقصة. وأيضا تكون القصص مختارة بعناية حسب الكفاءات العمرية والفكرية، وأيضا هي تربوية سلوكية ليخرجوا منها بعبار ودروس، وأيضا يكتبون في إحياء القيم. فنجد عنوانا بالون العيد، هذه قصة تتحدث عن أن الله خلق في كل هذه الحياة، خلق لكل شيء حدا له، يعني لا يستطيع أن يتجاوز حده. أيضا نجد تضيع الصحة إن أهملناها، يعني الصحة كنز ويجب علينا أن نحافظ عليه. صحيح. ودرهم الوقاية خير من قنطار علاج. أحسن الله إليك معتصم. فما صغير هرتي؟ هذا مؤلف الثالث، وهو عبارة عن قصة ألفته وأنا بموقف ثابت إن أنبه الأطفال بأن الله خلق لنا الحيوانات
وسخرها لخدمتنا. إذا لا يجوز لنا أن نعذبها أو في بعض الأحيان نزهق أرواحها فهي موصلة إلى النار وموجبة لعذاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. إن شاء الله حديثك حقيقة ماتع وشيق وممتع ومفيد. نبتعد قليلا عن عالم التأليف والقصة والرواية. معتصم التلميذ، معتصم وهو تلميذ سنة أولى ثانوي، كيف أحوال الدراسة؟ كيف أحوال المعدلات؟ كيف أحوالك مع مختلف المواد التعليمية التي تتلقاها؟ وكيف أحوالك مع الأساتذة الذين يلقنون لك علما نافعا؟ في العلم لا أجد مشكلة، بل أكون متلهفا، وهذا ما منحته لي القراءة، جعلتني متلهفا لطلب العلم من أجل الاستفادة من الأساتذة، من خبرات الأساتذة، من خبرات التلاميذ زملائي. أحب جميع المواد ومجتهد في جميع المواد. يعني أنا قبل الحصة في الكواليس كنت أسأل وأصر على معتصم أن يختار لي مادة مفضلة دون بقية المواد، لكنه أصر أنه كل المواد سواسية وأنه يفضل جميع المواد دون استثناء. معدل معتصم بين 18 و19. هو نتيجة طبيعية حقيقة للشخصية الماثلة أمامنا والإنتاجات الغزيرة الوفيرة. فقط نذهب إلى الأساتذة، ولذكر الأساتذة الذين يعلمنا الدروس والعلم النافع، أساتذتي الكرام. في بعض الأحيان أختلف معهم ولكنني لا أصارعهم أبدا، فالأستاذ لديه حق علي. أحسنت، يعني فتوى أنه حتى في اختلافنا نكون راقيين. أحسنت يا معتصم. بالنسبة للمعتصم في المستقبل بحول الله، أين ترى نفسك؟ تخصص، أحلامك، طموحاتك؟ أن أكون عالماً ساطعاً نوري وأنقذ أمتي المستسرخة ومعتصماه، ولكن هذه المرة بقوة القلم لا بحد السيف، وأن أكون عالماً في الذكاء الاصطناعي. هو مجالك المفضل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البرمجة. البرمجة والذكاء الاصطناعي، نعم الاختصاص اخترت. إن شاء الله تكون حقيقة ومعتصماه، ذاك المعتصم الذي ينقذ هذه الأمة مثل ما قلت تماما بالقلم. معتصم زمانه بحجة القلم وبقوة وبحكمة الأفكار. شكرا جزيلا لك، سعدنا جدا معك وبرفقتك معتصم بالله واثق ميداني، صاحب رواية 9 مؤلفات بما فيها رواية ريحين من غزة التي تجدونها هنا في المعرض الدولي للكتاب. ومن هذا المنبر أشكر مدير المؤسسة التي أدرس بها. شكرا لك وشكرا له وشكرا للمؤسسة التربوية الحاضنة، وشكرا للأم والأب وكل العائلة الداعمة، وشكرا لكم أنتم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام. نلقاكم في لقاءات أخرى قريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.